تقاعد سون كونديسيون داج قال 30 وثلاثين سنه وتقاعد يحب هذا هو موضوع لازم نتكلم عليه اولا علاش هذا الطلب اسكون دوا لازمنا نفهموا علاش الطلب علاش عدد كبير من العمال وين تمشي المؤسسه اللي تدخل اليها اللي تدخلي يطالبوك بهذا الموضوع هذا قال يا ودي احنا ماذا بينا طردونا 32 ونمشيو روتيرت علاه بوركوا لانسيستونس باسكو يا دو فينومين كاين زوج حوايج اللي راهم موجودين وهو آه الناس اللي ضاغطين الناس اللي عندهم اعمال آه شاقه الناس اللي مريضه نفسيا وبالتالي لازم ندير الحساب الى ما ياثرش سلبيا على الخزينه وعلاه ما نمدوهش الا ياثر سلبيا لازم نديروا الحساب ونقولوا ياثر سلبيا وراح يؤدي الى مشكل الصندوق التقاعد يعني كل الحوايج هذه لازم لهم دراسات